أجزاء من صوامع القمح في مرفأ بيروت مهددة بالانهيار في أي وقت نتيجة سرعة الانحناءات في هذه الصوامع بسبب الحرائق وتخمر القمح داخل هذه الصوامع. فلنقرب الصورة أكثر إلى هذه الصوامع، حيث الحرائق مستمرة منذ أسابيع داخل هذه الصوامع من جهة الشمال. انهار جزء من هذه الصوامع في الأسابيع الماضية والأيام الماضية بسبب هذه الحرائق وارتفاع درجات الحرارة. اليوم رصد الخبراء سرعة في الانحناءات داخل هذه الصوامع بمعدل 30 ملمترا في الساعة. هذه الانحناءات تزيد من مخاطر سقوط ما تبقى من جهة الشمال من هذه الصوامع نتيجة هذه الحرائق والانحناءات المتسارعة في مرفأ بيروت في صوامع القمح. تم إخلاء هذه المنطقة من قبل القوات المعنية، من قبل الإطفاء، من قبل العاملين داخل مرفأ بيروت نتيجة هذه التحذيرات. تستمر هذه التحذيرات وهناك توقعات من قبل خبراء بأن سقوط الصوامع قد يكون أو قد يحدث في أي لحظة نتيجة هذه الانحناءات والدخان المتصاعد. الحريق يكون أكثر مرئيا في ساعات الليل وهو مستمر بشكل متواصل منذ أسابيع عدة. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون السلطة السياسية مسؤولية ما حصل في صوامع القمح في بيروت، معتبرين بأن تقصيرا حصل ولم يتم معالجة الحريق بشكل علمي وفني دقيق. أيضا على صعيد آخر يحذر الخبراء من ضرورة إخلاء هذه المنطقة ومن الدخان المتصاعد في حال حصل هذا سقوط صوامع القمح في بيروت. إشارة أخيرة إلى أن هناك تحذيرات أيضا من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من إمكانية هدم الصوامع بكاملها. طالبوا بضرورة الحفاظ على الجهة الجنوبية من هذه الصوامع لأنها برأيهم هي شاهد حي على ما حصل في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 نتيجة تعطل التحقيقات وعدم محاسبة الفاعلين والمسؤولين والمقصرين في هذا الانفجار. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.